هنا على جنب الفصحى. والحقيقة الفصحى فيها مشكلة إن الشعراء كلهم بيستسهلوا العامية، لكن تبقى الفصحى الأوسع من الشارع والأكثر قدرة على الانضباط. محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة بعنوان قل للتي، قل للتي ألقت بقلبك حزنها لا تجزعي، إن ارتفاع الموج لا يعني الغرق، إن اقتلاع الريح عشب حديقتي يهي أديم الأرض في قلب الحدق، إن اللجوء إلى المدامع منزلق، الدمع يؤلم من صدق، يا كل فاتنة أضاءت في جبين الأرض حبات العرق، يا شفقة الميلاد والأعياد يا سر العرق، يتوعد الحزن الجفون المثقلات بدمعهن وتمصهن وصلبهن على المغارب والغسر، حبر الخرائط في الكتاب البكري أعياه الأرق، إن الذي رسم البلادة في وجوه العابثين بشمسهم من جهلهم أوحى لهم أن الثوابت من دمى الأطفال إفق يختلق، إن الثقاتي من الرفات من الورق، الجمع أسلم للممات من العقيدة معتنق، محبوبتي لا تخدعي، محبوبتي لا تخدعي، إن الطلاسم تخترق، محبوبتي طوعا أتيت لكي أعيد السمع والإبصار من قلب النفق، أنا لن أعود إلى المهاجر دمعتين، ولن أعود إلى المتاجر مرتزق، سأعود في كف الحياة آدم أمحو اختزال الفجر من قول احترق، وأعانق الغيمات والنجمات، روحي تسترق السمع من نجم الألم، محبوبتي ردي لجنبيك الجناح، فما استراح بالتقينا بالجراح وما خفق، مدي اليدين وعانقي ذا خافقي من شرفة الأشواق أول من نطق، لي في جيوب الفكر ألف مدينة مأهولة أحيا بها في حصنها لي مبدئي، اجعل لنفسك منطلق. يا أستاذ صالح حرف الدين، هل ممكن أي شاعر يكتب الأشواق يستأذني الأول؟ حرام على وحال أي حد يكتب صالح للاستعمال يستأذني الأول؟ شكرا لك، تسلم سنة جميلة.